السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين، لاباس عليكم، مبروك عواشركم، وان شاء الله باش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة بإذن الله. اليوم الفيديو ديالنا فيه قطع جديدة وقطع متبقية من الفيديوهات السابقة، باش تعرفوا شنو اللي كاين بقوا معايا لآخر الفيديو. نبدأ بإذن الله. أول قطعة هي صندلة من فوكس تشوز في النوار، هو الطالون ديالها فيها الزويقة هكا، فيها هنا هاد باش كنقولو ليها تشخ تشخ باش كتسد. مهم صندلة أنيقة، لا كاليتي ديالها زوينة، مزيين هاد لو ديكور اللي فيها هنايا. هادي لا بوانتور ديالها 37، بالنسبة للثمن ديال هادي كتبقى ب 330 درهم. صندلة ثانية نفس الموديل كما كتشوفوا، هذاك الطالون نفس الزويقة، غير هذا دومي طالون، حتى الماركة مخلفة. هادي ماركة ديال اياكس، اياكس تشوز، زوين فيها هاد الديكور، حتى هي فيها ديك تشخ. هادي بالنسبة للناس اللي كيتنفخو ليهم رجليهم كيقدروا يوسعوها كيما بقاو، ما كيتبقاش مديرونجياهم الصمتة. فوالا هي كي دايرة من هنايا. مهم صنيدله حليل واو دومي طالون، بالنسبه للثمن ديال هادي 320 درهم. ثم كاين هاد الموديل هذا، بالنسبه ليك الناس اللي كيبغيو شويه دي موديل مرتاحين وسبور شويه، كاين هاد الموديل هذا كيجي زوين في اللبسه في الابيض. لا تاي 38، ثمن 300 درهم. والماركة ديال هاد لا صندال سي اياكابي، اياكابي هادي صراحة ماركة زوينة، ديجا عندي منها دي بوت زوينين. كاين هاد لي دو انصامبل كيما كتشوفو، لا تونيك و السروال، لي ديتاي ديال توب، توب ايروبين، يعني كيما عرفتو واش كيبان ليكم داك التوب لي بحال كريب وهو فيه هاد الزويوقات من التوب. الوغ فيه اون كرافات وفيه هاد الفريفرات هكا غاديين مع اليدين، فوالا مع اليدين وفي الصدر. اللور الى سامبل صافي، ولو بونطالون ديالو فوالا. مهم زوينه لا تونيك، زوين لو ستيل ديالها. بالنسبه لي طاي كاينه طاي 1 اي طاي 2، يعني طاي 1 سي لا طاي ام، طاي 2 سي لا طاي 42، يعني اللي كيلبس 42 ولا 44 صغيره هاد لونسومبل زوين. بالنسبه للثمن ديالو لونسومبل كامل ب 320 درهم، يعني لو بري ديالو زوين ومبرد فهاد الصيف، ويمكن لك تلبسي تونيكا بوحدها مع بونطالون بلون مع جين سروال مع تونيكا اخرى، يعني يمكن لك تشكلي به. هنا هاد لا تونيك اون ليكيداسيون توتال كيما كتشوفوا، فيها الغوز، فيها واحد البوشيت فيه هاد الزويقات، الوغ فيها لو غوز اي لو نوار، ومن اللور كلها غوز. بالنسبه لهاد لا تونيك دومي سيزون، توب ديالها ماشي مبرد، فيها دي بوش، لا تاي ديالها 44 صغيره، هي اكزاكتومون اجي المولات 42. بالنسبه لو بري ديالها ليكيداسيون توتال 150 درهم. كاين كذلك هاد لا تونيك دومي سيزون اللي فيها لو روج بريك لو بيج و لو بلون، فيها كابوشون، كابوشون مدوبل، فوالا فيها لو بلون من التحت. بالنسبة لطاي، طاي 42 و لو بري ديالها 300 درهم. ثم كاينه هاد لا روب طاي 44، يعني ما تكون 44 صغيره او طاي 42، فيها لوريدات في الكتاف في اليدين و في التحت ديالها. بالنسبه لي مونش ما كيبينوش وما مدوبلينش، ولكن هي من الوسط راها مدوبله.
بالنسبة للثمن ديالها كان 380، فيها واحد الريدكسيون صغيرة كتبقى ب 350 درهم. وأخيرا وبمناسبة العيد، اللي ما كيلبس الجليبات ولا اللي بغى شي يغير أو يلبس شي حاجة سبور، كاين هاد لو ترانش اللي طويل كيجي يعني طويل لتحت بحال ستيل ديال الجليبة قصيرة، فيه هاد لي ديتاي، فيه بعد الأوفر سايز، فصالة أوفر سايز فيه لاستيك هنايا، فيه هاد الموزون، فيه لو رابيل الموزون في ليديدات نويوشات. اي بالنسبة للكابوشون حتى هو فيه ان رابيل ديال الموزون، موزون ديالو في لا كولور بلو سيال، عطي واحد المنيدر زوين. توب مهم، توب يقدر يتلبس في الصيف، يقدر يتلبس دومي سيزون تحت شي تونيك افيك ان جين ولا افيك ان بونطالون بلون محلول او مسدود، كيجي في اللبسه غزيول. بالنسبه هذا عليه ريدكسيون صغيره بمناسبه العيد، كان 420 درهم كيبقى 400 درهم. هادو الحويجات اللي بارطاجيت معكم في هذا الفيديو، نتمنى يكونوا عجبوكم وعجبوكم اللوينات، وان شاء الله اللي عجبته شي حاجه ممكن يتصل بي عبر الواتساب ولا في الفيسبوك ولا الانستغرام. ومرة أخرى عيد مبارك سعيد، إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.